السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته أينما كنتم. اليوم نبدأ بالتفاضل، المراجعة المركزة للتفاضل، الرجاء الفصل الثالث. التفاضل الفصل الثالث راح أبدأ بالشيء الكل تريده اللي هو المعدلات المرتبطة بالزمن. خلينا نشوف الأسئلة الأكثر توقعاً الأكثر أهمية نشتغل عليها ونشوف شو راح نشتغلها. سؤال الأول أبدأ به، خزان مملوء بالماء على شكل متوازي سطوح مستطيلة، لاحظ قاعدته مربعة طول ضلعه 2، القاعدة مربعة طول ضلعها، القاعدة مربعة طول ضلعها 2، شوف القاعدة مربعة طول ضلعها 2 متر، يتسرب منه الماء بمعدل. احنا ايش قلنا سابقا وهي نزلها باليوتيوب كلها بشكل عام ومجانا نزلتها، المعدلات المرتبطه بالزمن. بس هذا احنا مراجعه مركزه، مو وقتها نعيدها، لا احنا الان بدنا نشتغل. يقول بمعدل يعني بدلاله الزمن، كلمه معدل يعني معدلات مرتبطه بالزمن. يقول لك كلمتين، معدل او سرعه يعني نفس الشيء، يعني مشتقه، يعني دي حرف على دي تي، اي حرف من الحروف، أي حرف من الحروف. إذن نجي الآن نشوف، خزان مملوء بالماء على شكل متوازي سطوح مستطيلة قاعدته مربعة طول ضلعها يتسرب منه الماء. طبعا احنا راح نحط الآن المعلومات اللي عندنا، المعلومات بمعدل، بمعدل أوكي. يا حرف هذا المعدل الـ V الـ H الـ دي يقول متر تكعيب، التكعيب يخص الحجم. اذا شو اقول؟ بما ان دي في، شوف هذا المعطيات دي في على دي تي، هو مطيني اياها، شو تساوي لنا 0.4 متر تكعيب على اتش. استاذ مو اكو تسرب، التسرب يعني شنو؟ يعني سالب، فانتبه التسرب يعني سالب. اذا دي في على دي تي كله بدلاله الزمن. بعدين شوف المطلوب، جد معدل تغير انخفاض الماء، انخفاض ارتفاعه نفس الكلمة، يرتفع يا حرف دائما ناخذه هو H، أتمنى أن تراجع اللي نزل ثاني. إذا راح تصير DH على DT، شو تساوي لنا DH على DT؟ هو يريدها علامة استفهام، هو يريدها طول الضلع طبعا هذا نجي الآن أنت أستاذ، أنا إيش راح أشتغل الآن؟ إيش أشتغل؟ راح يا قانون أستخدم، شوفوا أنا أهم شيء عندي لما طريقة الحل أحط المعطيات المطينة إياها والمطلوب ونربط بيناتهم، بين يا حرف عندي V ويا حرف عندي H، راح أربط بين ال V وال H. شو أسوي؟ شلون أربط؟ أجي أقول أولاً دي يتكلم عن ال H، عن ال عفواً عن ال V، الحجم، كل حجم للمتوازي سطوح مستطيلة هو مساحة القاعدة في الارتفاع، متعارف عليه. كل حجم، شوفوا ركز، خلنا نكتبه بلون أو لون آخر حتى نميزه، حتى نميزه. لاحظ أي حجم، الحجم شو يساوي لنا؟ مساحة القاعدة في الارتفاع. طيب يعني الـ V تساوي مساحة القاعدة، يقول قاعدة مربع طول ضلعها 2، شنو مساحة المربع؟ طول الضلع تربيع، يعني 2 تربيع في الارتفاع، شو اسمه؟ H. إذا كملنا هذه، إذا نرجع مرة ثانية، ركز وياي. إذا الحجم مساحة القاعدة في الارتفاع، إذا الـ V الحجم رمزه V يساوي لنا 2 تربيع في الارتفاع H. إذا V تساوي 2 تربيع 4 H. كم حرف ظهر عندي؟ حرفين، ومش أي حرفين، حرفين ومش أي، لازم تركز يا حرفين أستاذ. المعطى شوفها ال V هذه معطى، والمطلوب وال H هو المطلوب، ها
هذه العلاقة بيناتهم. يلا أقدر أشتق أستاذ، أقدر أشتق مو بكيفنا، أتأكد الحروف الموجودة موجودة بالمعطى وموجودة بالمطلوب. إذا خلنا نجي الآن الـV، أقدر أشتق؟ نعم، مشتقة الـV dV على dT تساوي 4، مشتقة الـ H dH على dT. أكو عندنا مشكلة؟ لا، مشتقة الـV dV على dT، مشتقة الـ H dH على dT. dV على dT شقد مطينيها؟ شوفها هذه، سالب 0.4 تساوي 4. دي اتش على دي تي هو المطلوب، دي اتش على دي تي. نقسم الطرفين على 4، شوف نقسم الطرفين على 4، اريد دي اتش على دي تي، فنقسم هذه على 4، قسمنا هذه على 4. اذا نرجع مره ثانيه، اذا دي اتش على دي تي تساوي سالب 0.4 على 4. خلنا نتعلم ما بها الشيء، الأربعة ويا الأربعة تروح تساوي سالب 0.1، سالب 0.1. زين أجي الآن هذا معدل معدل انخفاض، أكو انخفاض بالماء. زين هو دي يتكلم متر تكعيب على اتش، اتش يعني ساعة، متر تكعيب بالساعة هذا حجم، أنا عندي ارتفاع يعني متر بس، متر على اتش معدل انخفاض الماء او معدل، المهم معدل شلون عرفنا انخفاض الماء؟ لانه سالب. اذا جد معدل تغير انخفاض الماء، هذا تغير انخفاض الماء، اكيد هو معدل انخفاض الماء هو راح يصير سالب 0.1، وانتهينا من هذا السؤال، وانتقل الى السؤال الاخر. الآن إحنا في السؤال الثاني، جد النقط التي تنتمي للدائرة، يريد النقط يعني ما يريد معدل، ما يريد مشتقة، يعني لازم نتخلص من المشتقة، يريد النقط. النقطة بالرياضيات عبارة عن X وY، هذه النقطة بالرياضيات، أريد كلمة، أريد قيمة X وقيمة Y. إذن جد النقط يعني ما يريد مشتقة، يعني ما يريد لا دي في على دي تي، لا دي واي على دي تي، لا دي اكس على دي تي. المشتقة لازم نتخلص منها، وراح نشوف شلون نتخلص منها. من البداية من السؤال، إذا قال جد معدل يعني نريد مشتقة، إذا قال جد النقط يعني بعد ما نشتق نرجع نتخلص من المشتقة، راح نشوف شلون. التي يكون المعدل الزمني لتغير اكس يعني دي اكس على دي تي، هذا معدل الزمني لتغير اكس، يساوي المعدل الزمني لتغير واي يعني دي واي على دي تي. هذه المعلومه الوحيده اللي اعطانا اياها استاذ، بعد ما اعطانا شيء. لا ما اعطانا شيء استاذ، ايش راح نسوي؟ خلينا نشوف ايش راح نسوي، ركز وياي. عندي المعادلة، المعادلة مو هذه، X تربيع زائدا Y تربيع زائدا 4X ناقص 8Y شو تساوي؟ 108. نجي الآن راح نشتقها، عندنا معادلة نشتقها أستاذ، نقدر كم حرف عندي؟ X و Y بس حرفين، وعندي الأكس هنا موجود والواي هنا موجود بالمعطيات. إذا شو أسوي؟ الأكس تربيع مشتقتها 2X في مشتقة الداخل، في مشتقة الداخل هذه كلهن، وهذه أيضا زائد في مشتقة الداخل، مشتقة الأكس دي أكس على دي تي، شوف وضحناها، زائدا مشتقة الواي تربيع 2Y في مشتقة الداخل الواي اللي هي راح تصير دي واي، بس ال دي واي على دي تي، زائدا نرجع الى زائدا مشتقة الأربعة اكس، أربعة مشتقة الاكس دي اكس على دي تي، ناقصا مشتقة هاي المخرة حتى
صير لنا مجال. نجي الآن ناقصا مشتقة 8 واي، 8 مشتقة الواي دي واي على دي تي، لاحظ دي واي على دي تي، ومشتقة 108 صفر. الآن عندي دي اكس على دي تي، دي واي على دي تي، دي اكس على دي تي، دي واي على دي تي. هنا هو مطينا بدل الدي اكس على دي تي ممكن شخلي دي واي على دي تي، او اخذ قراري بدل الدي واي على دي تي اخلي دي اكس على دي تي، واحده من عندهم. فراح اخلي بدل الدي اكس على دي تي دي واي على دي تي، ممكن باللون الاصفر، لاحظ هذه اخليها باللون الاصفر، شوفها هذه راح اتخلص منها. بدل الدي اكس على دي تي اخلي دي واي على دي تي، وبدل الدي اكس على دي تي اخلي دي واي على دي تي. نرجع الى لوننا كنا نشتغل بيه، ركز وياي. اذا 2 اكس في دي اكس على دي تي شخلي بدلها دي واي على دي تي، زائدا 2 واي وبدل الدي واي خليها الدي واي احنا نريدها مثلها، دي واي على دي تي، زائدا 4 وبدل الدي اكس على دي تي راح اخلي دي واي على دي تي، ناقصا 8 وبدل الدي واي خليناها كما هي دي واي على دي تي. اني ما اريد المشتقه، ما اريد المشتقه، اذا هذه كلها ممكن اقسمها، لاحظ هذه كلها ممكن تقسم، لاحظ خلينا نبدا نقسمها، هذه كلها خلينا نقسمها على نختار لنا يوم، هذه كلها راح اقسمها على دي واي على دي تي بهذا الشكل، كلها قسمتها بهذا الشكل، لاحظ وياي كلها راحت الان، كلها راحت. اذا نرجع مره ثانيه، قسم شبقى عندي 2 اكس زائدا 2 واي زائدا 4 ناقص 8 شو تساوي؟ تساوي 0. هسه نجي 2 اكس زائدا 2 واي زائدا 4 ناقص 8 سالب 4 شو تساوي؟ 0. المجاهيل، او نقسمها ممكن كلها بالقسمة على 2 قلت، صارت x زائدا y ناقصا 2 شو تساوي؟ 0. من عندها اخذنا ان ال x تساوي، انقل السالب 2 موجب 2، وانقل y ناقص y، هذه هي ال x ناقص y. انا اريد قيمة ال y، وين اعوضها؟ بالمعادلة الأصلية. شوفوا هذه راح تتعوض بالمعادلة الأصلية، راح نعوض الآن، راح نعوض هذه وين أعوضها؟ بالمعادلة الأصلية، خلينا نسميها هذه رقم 1، يعني نعوض في 1 ينتج. خلينا نشوف بدل اكس ايش خليت؟ 2 ناقصا واي بدل هذه الاكس، الكل تربيع زائدا واي تربيع زائدا 4 بدل اكس اخلي 2 ناقصا واي ناقصا 8 واي شو تساوي لنا؟ 108. خلي نروح للطرف، خلي نروح هناك بالمكان الاخر، بس خلينا نحددها اول شيء، لاحظ وياي خلينا نمسح هذه نتخلص من عندهن، ما اريدها. نجي الآن خلينا نشوف شلون راح نخلص بعد عندنا من شغلنا. هذه كلها خلينا نحددها بهذا الشكل، خلينا نكمل الآن. 2 ناقصا، لاحظ 2 ناقصا واي الكل تربيع، مربع حدانية، مربع الأول 4 ناقصا 2 في الأول في الثاني، 2 في 2 4 في واي 4 واي، زائد دائما مربع الثاني، مربع الواي واي تربيع، زائد واي تربيع زائدا 4 في 2 راح نوزع 4 في 2 و4 في واي، 4 في 2 8 ناقصا 4 في واي 4 واي ناقص 8 واي تساوي 108. هسه ايش عندي؟ واي تربيع زائد واي تربيع 2 واي تربيع، ناخذ الاعلى اس نبدا بها، بعدين سالب 4 واي وسالب 4 واي سالب 8 واي،
وسالب 8 واي سالب 16 واي. نجي الأرقام 4 و8 12 زائدا 12 وأنقل هذا إلها ناقصا 108 شو تساوي؟ 0. إذا 2 واي تربيع ناقص 16 واي. خلينا نركز الآن، 108 ناقص 12 يعني إذا ناقص 10 فهي 98، ده شو تصير؟ سالب 96. شو تساوي؟ 0. كل هذه المعادلة راح أقسمها على 2 بالقسمة على 2. خلي نشوف ايش ينتج لي، ايش راح ينتج؟ ينتج 2 واي تربيع، ايش تصير؟ واي تربيع ناقصا 16 قسمة 2 8 واي ناقص 96 قسمة 2 بها 48. ايش تساوي؟ 0. واضح انها تجربة. الواي تربيع عبارة عن واي واي، لاحظ هنا عفوا واي، نمسح هذه، لاحظ عبارة عن واي بواي، هذا السالب ينزل كما هو وهذا الثاني أضرب هذا السالب بالسالب هذا، شي يصير موجب. جيب لي عددين حاصل ضربهم 48 وجمعهم لأن إشارات متشابهة تساوي 8، يعني عفوا طرحهم لأنهم اي عفوا السالب في السالب قلنا موجب، اشارات مختلفه طبعا، فحاصل ضربهم تساوي 48 وطرحهم تساوي 8، اكيد 12 في 4، 12 في 4. فاما واي ناقص 12 تساوي 0 يؤدي الى واي تساوي 12، او واي زائد 4 تساوي 0 يؤدي الى واي تساوي سالب 4. شوف طلاب، احنا لما وصلنا الى هذه المرحله وقسمنا الكل على دي واي على دي تي اختفت، لان هو بالبدايه بالسؤال لو تلاحظ بالبدايه هو من السؤال ايش قال؟ قال جد النقطه، شوف جد النقط التي تنتمي، جد النقط التي تنتمي للدائره، اريد النقط، وهذه النقط يعني اتخلص من اتخلص من المشتقه. اوكي تخلصنا من المشتقه، نرجع مره ثانيه خلينا نشوف. هسه احنا وصلنا الى هذه المرحله، ركز وياي، ما دام وجدنا، لاحظوا ما دام وجدنا، ما دام وجدنا قيمه، لاحظوا ما دام وجدنا قيمة واي شريد قيمة اكس، انا اكس عندي خلي اخذها بلون اخر اميزها، هذا اللون الاصفر، انا اكس عندي هذه، اكس شو تساوي لنا؟ بما ان اكس تساوي 2 ناقص واي، يعني اكس تساوي 2 ناقصا واي 12 ويساوي سالب 10، اذا الاكس سالب 10 والواي ايش قد طلعناها؟ 12. هذه النقطة الأولى، هذه واي تساوي سالب 4 بما ان اكس تساوي 2 ناقص واي، اذا الاكس تساوي 2 ناقص واي، الواي سالب 4 في السالب موجب 4، شي يساوي 6، اذا النقطة اللي وجدناها الاكس 6 والواي ايش قد عندي؟ سالب 4. هذه هي النقطتين وجدناها بهذا الشكل. وانتقل الى السؤال اللي بعده. طلاب احنا الان بهذا السؤال، اسطوانه دائريه قائمه يزداد ارتفاع، هذا الارتفاع دائما نسميه اتش، فلما يزداد الارتفاع راح نعطي المعطيات، الارتفاع راح نقول دي اتش على دي تي، لاحظ دي اتش على دي تي، دي اتش على دي تي، اذا يزداد ارتفاعها بمعدل، زياده تصير 0.5 سنتيمتر على سكند، بحيث يظل حجمها دائما مساوي، هذا الحجم في دائما شو يساوي لنا؟ 320 يعني ثابت سنتيمتر تكعيب، هذا مو معدل، هذا بالاخير هسه نشوفه.
جد معدل تغير نصف القطر، معدل نصف القطر، نصف القطر يا رمز R يعني دي R على دي تي، شو تساوي لنا؟ نصف قطر قاعدتها علامة استفهام، عندما يكون الارتفاع H يساوي لنا 5 سنتيمتر. ده يتكلم عن أسطوانة، ده يتكلم عن حجم سنتيمتر تكعيب، إذن ما هو حجم الأسطوانة؟ حجم الأسطوانة نفس الشيء، مساح أي حجم هو إحنا. حجم الأسطوانة، كأي حجم راح نتكلم الآن عليه؟ أي حجم؟ حجم الحجم الأسطوانة، كلهن أسطوانة متوازن مستويات تساوينا مساحة القاعدة، القاعدة في الارتفاع. شوف مساحة القاعدة في الارتفاع. إذن الحجم يساوي قاعدة الأسطوانة شنية مو دائرة، هاي الأسطوانة دائرة القاعدة، مساحة الدائرة يعني مساحة القاعدة هي مساحة الدائرة اللي هو نصف القطر تربيع في باي، في الارتفاع إيش قيد H. إذن طلاب وصلنا إلى هذا، مساحة القاعدة هي مساحة الدائرة R تربيع باي في H. نجي الآن أريد أشتقها، أول شيء نعوض، أقدر أشتقها لنشوف الـ H موجود منا دي H على دي T؟ أي موجودة. الـ R موجود منا دي R على دي T؟ نعم موجودة، هيانها كمطلوب، مطلوب أو معطى ما يأثر. الـ V موجودة هنا مذكورة ويا دي T؟ لا، إذا لازم أتخلص من الـ V. الـ V إيش قد عندي؟ هذه هي الـ V، شوفها هذه هي الـ V. الـ V عبارة عن 320 باي تساوي R تربيع باي في H، الباي ويا الباي راحت. إذن الآن الصفة عندي كالآتي، ركز وياي، الصفة عندي 320، لاحظ 320 تساوي R تربيع في H. أقدر أشتق؟ نعم، الـ H متوفرة ويا T دي T والـ R متوفرة دي R على دي T، نشتق. مشتقة 320 صفر، هنا حاصل ضرب دالتين، الأول في مشتقة الثاني، مشتقة الـ H دي H على دي T زائداً الثاني اللي هو H في مشتقة الأول، مشتقة الـ R تربيع 2 R في مشتقة الداخل دي R على دي T. انتبه عليه، هنا حاصل ضرب دالتين، الأول في مشتقة الثاني دي H على دي T زائداً الثاني الـ H في مشتقة الأول 2 R في دي R على دي T. نجي الآن نعوض، نجي الآن نشتغل هذا الشغل. إيش عندك شغلات عوض؟ إجينا نعوض الـ R، ما لقيت الـ R. أستاذ شو أسوي ما لقيت الـ R؟ أوكي، نرجع إلى هذا، هسه إحنا وصلنا إلى هذه العلاقة 320، لاحظها 320 تساوي R تربيع في H، منا أقدر أطلع قيمة، دائما قيمة أحتاجها لما شفت نفسي أحتاجها أرجع إلى العلاقة الأصلية. أريد قيمة الـ R تربيع، شلون أجد قيمة الـ R تربيع؟ عندي الـ H وعندي هذا الـ V، نرجع الآن نعوض، بس نعوض بها، أركز وياي، شوف راح نعوض بها هنا. إذن 320، لاحظ 320 تساوي R تربيع في الـ H، إيش قد عندي مطيني إياها؟ 5. إذن الـ R تربيع تساوي 320 على 5، إذن الـ R تربيع تساوي 320 على 5، أنت تريد 20 أو 20 على 5 وبال 300 كل 100 بها 20 ب 20 ب 20 60 64، إذن وتساوي 64، إذن قيمة الـ R تساوي 8. أنا أريد الـ R تربيع، وين تفيدني هذه الـ R؟ هسه الـ R تربيع إيش قيد؟ 64، لاحظ وين راح تفيدني؟ شوف شو راح تفيدني هذه، الآن إحنا قبل شوية كنا قلنا الـ R تربيع 64، ممكن حتى خلينا نصغرها إذا أريد، حتى تكون عندنا كلها واضحة، السؤال واضح كله، شوف. الآن الـ R شو تساوي لنا؟ 8، راح أعوض بدل R تربيع إيش قيد؟ 64، إذا
بدل هنا صفر نزلناها تساوي بدل الار تربيع قلنا هذه الار تربيع هسه ايش قلت 64 في دي اتش على دي تي عندي دي اتش على دي تي نعم 0.5 اذا 0.5 يعني نص زائدا الاتش الارتفاع ايش قلت عندي 5 انت بالاخير كل شيء عوض شلون واحد دا يشد البراغي بعد ما يكمل مشتقات ورا المشتقه راسا ابدا عوض ماكينه ودا تشد براغيها في 2 ار الار ايش قلت عندي وجدنا 8 في دي ار على دي تي هو المطلوب دي ار على دي تي اريده اذا صفر تساوي 64 في نص في 0.5 يعني نص ال 64 32 زائدا 5 في 2 10 10 في 8 80 دي ار على دي تي المجاهيل في طرف والارقام في طرف انقل هذه تصير سالب 32 تساوي 80 دي ار على دي تي نقسم الطرفين على 80 انا اريد دي ار على دي تي وحدها فنقسم الطرفين على 80 اذا دي ار على دي تي اذا دي ار على دي تي تساوي سالب 32 على 80 استاذ اين دائما اخطأ عادي على 8 شوف لا تدوخ نفسك بيها على 8 ايش قد بيها 4 على 8 بيها 10 بعد يعني ساوت سالب 4 على 10 ممكن تكتبها سالب 0.4 زين شنو الوحدات دي ار نصف القطر هو دي يتكلم عن سنتيمترات اذا سنتيمتر على خلينا نشوف الزمن ايش قد على سكند على سكند هذا معدل تغير معدل تغير نصف القطر اللي هو سالب 0.4 سنتيمتر على اس اعزائي الطلاب انتهت هذه الحلقه كالحلقه الاولى من التفاضل اللي هو الفصل الثالث المعدلات المرتبطه وانتقل الى نفس الفصل بعدنا بس بالحلقه الثانيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.